أعزائنا المشاهدين في كل مكان من تلفزيون جمهورية صوماليلاند، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتصريح له للتلفزيون القومي. وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولقاء له مع أئمة المساجد في عموم أقاليم صوماليلاند. عاد اليوم إلى أرض الوطن عمدة العاصمة هرقيسة. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناويننا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. صرح اليوم وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية صوماليلاند معالي عبدي أو ظاهر علي وأمين عام هيئة العمال الوطنية بأن يوم السبت والموافق 16 من الشهر الجاري يوافق مناسبة الإسراء والمعراج. صرح اليوم كل من وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية صوماليلاند معالي عبدي أو ظاهر علي وأمين هيئة العمال الوطنية سعادة محمد محلة بقرة عبر مقابلة خاصة للتلفزيون القومي بأن يوم السبت الموافق 16 من شهر مايو والذي يوافق بمناسبة ذكرى إسراء ومعراج النبي الكريم، وسوف يكون هذا اليوم أجازة رسمية إلى كافة الهيئات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، وسوف يكون يوم الأحد هو يوم عمل رسمي، بينما سيكون يومي 18 والتاسع عشر من مايو أجازة رسمية بمناسبة احتفالات بذكرى عيد الاستقلال الوطني بجمهورية صوماليلاند. وتحدث أولا في هذه المقابلة وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هنأ من خلال كلمته كافة مواطني جمهورية صوماليلاند بذكرى الإسراء والمعراج، وأيضا بمناسبة 18 من مايو ذكرى عيد الاستقلال لجمهورية صوماليلاند. عاده الله علينا وصوماليلاند في تقدم والاستقرار وتطور وأمن. وتحدث أمين عام هيئة العمال الوطنية بكلمة أشار من خلالها إلى أن الأيام السبت والموافق 16 من مايو والاثنين والثلاثاء الموافقين 18 والتاسع عشر من مايو هي أجازة رسمية لكافة الدوائر والهيئات الحكومية في كافة قطاعات الدولة من الخاص والعام. وهنأ بدوره كافة مواطني صوماليلاند بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال 18 من مايو. عقد اليوم وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجمهورية صوماليلاند الشيخ خليل عبد الله أحمد لقاء موسع مع أئمة المساجد بكافة أقاليم البلاد. افتتح اليوم وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجمهورية صوماليلاند معالي الشيخ خليل عبد الله أحمد لقاء موسعا لأئمة المساجد في كافة أقاليم البلاد، وهذه المناسبة التي هدفت من أجل توعية مواطني صوماليلاند للمحافظة على الأمن والاستقرار فيها. أقيمت هذه المناسبة في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشارك فيها مدير العام بالوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومسؤولين آخرين بالوزارة. وتحدث بكلمة وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه المناسبة، أشار من خلال كلمته إلى أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، وأضاف أيضا أنه يجب على أئمة المساجد توعية مواطني صوماليلاند إلى أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وخاصة في 18 من مايو، وأضاف أيضا إلى أهمية هذا اليوم ذكرى عيد الاستقلال 18 من مايو والعزيز على قلوب جميع أبناء جمهورية صوماليلاند، ودعا الله القدير بالمحافظة على أمن واستقرار وسلامة صوماليلاند وأن يعيده الله علينا وعلى صوماليلاند وهي في أمن واستقرار وتقدم. وتحدث أيضا مدير العام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ آدم عبد الله عبد الله حث أئمة المساجد ومواطني صوماليلاند عامة بالمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد والاحتفال بالثامن عشر من مايو ذكرى عيد الاستقلال بجمهورية صوماليلاند. وتطرق أيضا من خلال كلمته إلى أهمية السلام في بناء حضارة الشعوب، وأضاف أيضا أن الدين الإسلامي دعا إلى السلام
والسلام كشرط لحياة إنسانية كريمة، ودعوة الرسول الكريم بالدعاء للأمن والسلام، وهي أحد ركائز الإسلام. وتحدث أيضا أئمة المساجد بكلمة أشادوا بالتطوير والنهضة التي وصلت إليه صوماليلاند بفضل المحافظة على الأمن والاستقرار فيها. عاد اليوم إلى أرض الوطن وبمطار عقال الدولي عمدة العاصمة هرقيسة سعادة عبد الرحمن محمود عيديد سولتيغو بعد زيارة عمل قام بها إلى عدد من الدول الأوروبية. عاد اليوم إلى أرض الوطن بمطار عقال الدولي عمدة العاصمة هرقيسة سعادة عبد الرحمن محمود عيديد سولتيغو بعد زيارة عمل استغرقت 3 أسابيع إلى عدد من الدول الأوروبية، قام من خلالها بإجراء لقاءات عديدة مع مسؤولي عمد الدول الأوروبية، حيث بدأها بمدينة ستوكهولم العاصمة السويدية. هذا وصرح سعادته لوسائل الإعلام قائلا إنه قد تم الاتفاق مع الحكومة السويدية على إقامة تدريب موسع لعدد من أعضاء مجلس المحلي بالعاصمة هرقيسة وذلك بمدينة ستوكهولم. هذا كما أشار بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيأتي إلى سوماليلاند عمدة العاصمة الألمانية بناء على دعوة رسمية قدمناها له. هذا كما قام بإجراء لقاءات عديدة مع عدد من مسؤولين تناولوا خلالها كيفية التعاون المشترك بين سوماليلاند والدول الأوروبية. افتتح اليوم عمدة مدينة برعو سعادة يوسف عبد الرحمن مراد ملعبين جديدين وذلك بحي المعهد الواقع بمدينة برعو. افتتح اليوم عمدة مدينة برعو سعادة يوسف عبد الرحمن ملعبين جديدين وذلك بحي معهد الواقع بمدينة برعو. هذا وتحدث بكلمة عمدة مدينة برعو رحب من خلال كلمته بمثل هذه المشاريع التنموية للشباب وشكر كل من شارك وساهم في بنائها. وكما تحدث هناك بكلمة عدد من مسؤولين هذه الملاعب قدموا من خلال حديثهم شرحا مفصلا عن مراحل تأسيس هذه الملاعب ومدى أهميتهم للشباب. وتحدث هناك أيضا منسق وزارة الشباب والرياضة لإقليم تقدير سعادة إسماعيل والشيوخ والمثقفين أشاروا من خلال حديث بأهمية مثل هذه المشاريع للشباب، وكذلك تعهدوا بإعطاء كافة التسهيلات للمواطنين الصوماليلانديين الذين سيستثمرون أموالهم لعمل مثل هذه المشاريع. أقيمت اليوم بمدينة بورما عاصمة إقليم أوضل مناسبة احتفالية كبيرة لتخريج دفعة 12 من مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية. أقيمت اليوم بمدينة بورما عاصمة إقليم أوضل مناسبة احتفالية احتفالا بتخرج الدفعة 12 من مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، وقد حضر هذه المناسبة عدد كبير من أولياء الطلبة والطالبات والمدراء والمدرسين. وفي بداية تحدث مدير مدرسة الشيخ عبد الوهاب عبدي آدم تطرق من خلال حديثه إلى المراحل العديدة التي مرت بها المدرسة لخدمة العملية التعليمية والطلبة والطالبات، كما أثنى على مجهودات الطلبة المتفوقين وحثهم بزيادة مجهوداتهم العلمية لخدمة الوطن والمواطنين. كما تحدث في هذه المناسبة عدد من المدرسين أشادوا بأعمال المدرسة من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي بالإقليم. كما تحدث عدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات أشاروا من خلال حديثهم إلى فوائد العلم على جميع. كما تحدث أحد مسؤولي المجلس المحلي هنأ من خلال كلمته الطلبة على تفوقهم، كما هنأ إدارة المدرسة على مجهوداتهم العلمية تجاه الطلبة. أعزائي المشاهدين، كان هذا آخر نبأ في نشرتنا، حتى نلقاكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ودمتم في رعاية الله.